سلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم Digestive System، الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي محاضرة أيضا مهمة، بس Respiratory System أهم. Digestion الهضم، في يتضمن الدايجستشن مراحل الهضم، يتضمن انجستشن وموفمنت وميكانيكال اند كيميكال دايجستشن وابزوربشن والليمينيشن. شنو انجستشن؟ الهضم. موفمنت الحركه. ميكانيكال اند كيميكال دايجستشن الهضم الميكانيكي والكيميائي، والابزوربشن امتصاص، والليمينيشن العزل. تايب اكو تايب اكو ميكانيكال، قلنا ميكانيكي واكو كيميائي. هذا اللي الميكانيكي بس نمر عليهم مره الكرام، بس مرون عليهم مره الكرام. الجو والتير والجراند والماش والماكس، يعني مو كلش مهمات بس تمرون عليهم مره الكرام. الكيميكال مهمه. الكيميكال انزيماتيك رياكشن از تو امبروف دايجستشن، انزيمات اللي تساعد على الهضم. شنو؟ الكربوهيدرات، البروتين، وشني؟ ليبيد. يعني اكو انزيمات تنفرز من الجسم تساعد على هضم الكربوهيدرات والبروتين والليبيد الدهون. هاي واضحة لحد الآن. الجاسترو انتستاينال تراكت، قناة يعني الجهاز الهضمي، تيوب داخل تيوب، هي عبارة عن، تشوفها لو تلاحظ الرسم، هي تيوب داخل تيوب، يعني قناة داخل قناة، تيوب داخل. من تتكون؟ ستراكشر ماوث، الفم، الفارنكس، الاوزوفيغاس، الستومك، تعرفوه ذني، المريء، المعدة، سمول انتستين الامعاء الصغيرة، اللارج انتستين الامعاء الغليظة، والركتم المقعد. هذا الرسم هم واضح كلش، والرسوم غير مطلوبة. الماوث، الفم، التيث، الاسنان. التيث تكسر ميكانيكالي، طبعا مو كيميائي، والاسنان بالميكانيكال تكسر الطعام الى شيء قطع صغيره. اللسان يمكس، يخلط الطعام مع السلايفه. سلايفه شبيهه، تجيكم بالام سي كيو، سلايفه شبيهه اميليز، وتش يساعد على تكسير ستارج النشا. هاي مهمه، الاميليز، يعني انزيم يسموه الاميليز، يساعد على تكسير النشا. هاي مهم. الابيجلوتس هذا مهم بالتخدير. الابيجلوتس هاي ان شاء الله من تشتغلون بالقسم التخدير، من تسوون اندوتريكل تيوب، تسوون انبوب القصبه الهوائيه، ترفعون الابيجلوتس، تشوفوها من ناحيه العمليه، كون ترفعون الابيجلوتس. الابيجلوتس عباره عن تركيب مثل الفلاب، فلاب لايك ستراكشر، رف يسموه، فلاب يعني رف لايك ستراكشر، في ات ذا باك اوف ذا ثروت، يغلق لنا تريكي. هذا من الله سبحانه وتعالى، فد نعمه الهيه، حتى ما يدخل اكل او ماء للتريكي، لان يعني اذا دخل اي ماء او فود نختنق، فيمنع لنا بريفنشن فود فروم دخولها الى الجني تريكي. الابيجلوتس كلش مهمه. الاوزوفيغاس المريء تقريبا 20 سنتيم بالطول، وظيفته افراز ميوكس، اثنين حركه الطعام من الثروت الى الاستومك، باستعمال عضلات اسمها بريستالسز، استعمال مصل، حركه عضليه يسموها حركه الاوزوفيغاس المريء، يتحرك حركه يسموها بريستالسز، حركه جوديه. هاي مهمه. اذا اكو حامض يطلع من المعده يرجع للمريء يسموه، يصير هارت بيرن، هارت بيرن، حرقه المعده. الاستومك هو جي شيب، هاي مهمه، جي شيب ماسكولار باك، ذات يخزن الطعام ويكسره داخل الى قطع صغيره. يمكس الفود مع دايجستيف جاج، يعني العصائر الهضميه اللي تحتوي انزيمات تكسر لنا شنو؟ البروتين والليبيد. الحامض اللي بالمعده شو اسمه؟ اسمه اتش سي ال، حامض الهيدروكلوريك، بالمعده يقتل البكتيريا، كل بكتيريا. الطعام الموجود في المعده يسموه كيمياء، سي اتش واي ام اي،
هاي مهمة بالام سي كيو، هاي مهمة بالام سي كيو، مهمة بالام سي كيو. سمول انتستين، سمول انتستين حوالي 7 متر بالطول، تبطن سمول انتستين جدارها ببروجكشن يسموه فينجر لايك، يعني شوفها شوفها زغابات، شوفها مثل الاصابع، هاي يسموها فيلاي. فيلاي ليش؟ هاي بتجيك بالفراغات بالام سي كيو لتزيد، تو انكريز سيرفيس اريا، تزيد المساحة السطحية. الفيلاي اصلا تغطى بمايكرو فيلاي، واضحة؟ الفيلاي هي عبارة عن فينجر لايك بروجكشن، مايكرو فيلاي لتزيد هم ايضا، مايكرو فيلاي هم تزيد المساحة السطحية. هذا الرسم كلش واضح ولطيف، رسوم غير مطلوبة. سمول انتستين النيوترينت from food تمر الى البلاد ستريم من خلال السمول انتستين، يعني الاطعمه بعد هضمها وبعدها امتصاصها يصير من اللارج انتستين يوم السمول انتستين عن طريق الامعاء الصغيره. هاي مهمه بالام سي كيو. الابزورب 80% ما مهضوم، ما مهضوم ما العفو، والفيتامين ومينرالز معادن وكربوهيدرات وبروتين وليبيد. ايضا شيني سكريتد دايجستيف انزيم، يعني شيني السمول انتستين شنو وظائفها؟ سمول انتستين وظيفتها ابزوربشن، اللي هي هاي وظيفة الامتصاص، واثنين افراز انزيمات هاضمة. اللارج انتستين حوالي 1.5 بالطول، لا 1.5 بالطول، طولها 1.5. الريكتم شورت تيرم ستورج، مكان خزن قصير يمسك لنا الفيسز الغائط قبل ما يطلع لبرا، قبل ما ينقذف الى الخارج. واللارج انتستين وظيفتها واحد بكتيريال دايجستشن، بكتيريال دايجستشن هضم البكتيريا، فيرمنت كربوهيدرات يعني التخمير او للكربوهيدرات، وابزورب اكثر ما، وكونستريتد ويست الفضلات. اذا لللارج انتستين اللي هي الامعاء الغليظه لها 3 وظائف: البكتيريال دايجستشن وابزورب مور ووتر، وشني كونستريتد ويست. اكسسوري جلاند ذا اورجان ذا جلاند، احنا ممكن الجهاز الهضمي يبدا من الماوث والكذا والاوزوفيجاس الفارنكس الاوزوفيجاس، وبعدين يجي ستومك سمول انتستين لارج انتستين والريكتم. اكو اكسسوري اضافيات اورجان، هاي مو نوت بارت اوف باث اوف فود، ما يدخل لها شيء الفود، لكن هي تلعب دور حرج كريتيكال رول، تتضمن الكبد جول بلادر المراره والبنكرياس. الليفر مباشرة يأثر على الهضم بواسطة شيني بايل، البايل شو يسوي لنا؟ يساعد على هضم الفات، فلتر اوت اوف توكسين، يعني وظائف الكبد اولا بايل يعطينا، اثنين يفرز فلتر للسموم، ويتضمن والادويه والكحولك والبويزنين والسموم العفو. اذا وظيفة الكبد 3، يفرز لنا البايل وفلتر للسموم والأدوية والكحول. الكبد مهم، جول بلادر المرارة تخزن البايل من الكبد وتطلق علما بالسمول انتستين، هاي مهمة بالام سي كيو. البايل الجول بلادر تطلق البايل السمول انتستين مو باللارج انتستين، انتبه بالسمول انتستين. الفاتي دايت كان كوزز جولستون، الاكل البي دهون يسبب مرارة، لذلك ابو المرارة يقولوا لا تاكل دهن، يعني هو البايل لمن يجي من تجي المادة الدهنية ينفرز البايل، من ماكو مادة دهنية ما ينفرز، يقل افراز البايل او ما ينفرز، فابو المرارة عنده مرارة يقول لا تاكل دهن حتى ما تتعب المرارة. البنكرياس ينتج لنا انزيمات هاضمه تهضم الفات الكربوهيدرات البروتين، وينظم، هاي مهمه، ينظم بلا شوجر تو بروديوسينج انسولين، اللي تنتج شنو؟ اللي بواسطه انتاج الانسولين. اذا البنكرياس وظيفته، وظيفه البنكرياس الهضم انزيم بواسطه انتاج انزيمات هاضمه، وبواسطه ورا الانزيمات الهاضمه ينظم لنا البلد شوجر، ينظم لنا البلد شوجر.
وشكرا جزيلا.